سلام، مرحبا بكم بوصفه جديده على قناه بنا. اليوم ان شاء الله غادي نديرو وصفه رائعه، كيك رولي مالح بكريمه الجبن. كنتمنى تعجبكم الوصفه. نبداو على بركه الله في المقادير. في اناء غادي نديرو 3 ديال الصفار ديال البيض، غادي نضيفو لهم نصف ملعقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره النصف ديالها ديال الملح، ما نعمروهاش بزاف، القليل من الابزار، فلفل الاسود، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر التحميره. نخلطو مزيان حتى يتحل لينا داك الصفر ديال البيض ويندمج لينا مع العطريه، ما يبقاوش الحبيبات ديال التحميره يبانو. نضيفو 3 معالق ديال الزيت النباتيه ونخلطو، كيجي كيك ناجح ورائع. نضيفو معلقه كبيره ديال الطماطم المركزه، معلقه كبيره تكون مملوءه، ونخلطو حتى تحل لينا ديك الطماطم وتندمج لينا مع الخليط مزيان. هنا اللي بغى يستعمل الخلاط الكهربائي يستعملو. عندنا 3 معالق كبار ديال الدقيق الخاص بالحلويات، يكون نوعيه جيده، نخلطو مزيان حتى يتحلوا لنا الحبيبات ديال الدقيق، ونضيفو معلقه كبيره ديال النشا. النشا هنا الدور ديالو هو انك ما كتحتاجش فاش نبغوا نلفوا الكيك ان شاء الله، ما نحتاجوش نديرو ديك الطريقه ديال الفوطه، يعني نفزقوا الفوطه ونحطوها ونلفوا الكيك، يعني كيتلف لينا بسهوله بمجرد اننا نغطو صافي تيتلف لينا بسهوله. هنا 3 المعالق كبار عامرين ديال دقيق ومعلقه كبيره ديال النشا. هنا عندنا 3 ديال الابيض البيض، غادي نطلعوهم حتى يولي هكا رغوه، نضيفو كميه قليله ونخلطو، ونعاودو نضيفو الكميه الباقيه ونخلطو بحركه دائريه من الفوق للتحت حتى ما يبقاش لينا ديك الرغوه ديال البيض. هنا عندنا صينيه اللي فرشناها بالورق ديال الزبده، ونحطو الخليط ونسرحو على شكل مستطيل. هنا راه واخا تبان لكم رقيقه، واخا تجي رقيقه فاش نسرحوها، ولكن فاش كطيب يعني كتجي هي هذيك، ما كتجيش، ما كيجيش اصلا هذا فيه البابا او معجن او والو، كيجي خفيف، كيجي رائع صراحه، رائع، كيك رائع، كنتمنى تجربوه. وندخلوه 180 درجه، يكون الفران سخون من قبل 5 دقائق، نخرجوه غير ينشف مزيان، نجربوه بالموس نخرجوه ما يبقاش معجن، نخرجوه نغطيوه مباشره، نغطيوه بفوطه او منديل ونخليوه ترجع ليه ديك الرطوبه. هنايا عندي 2 معالق كبار هنا الكريمه، عندي 2 معالق كبار ديال الجبن كريمي وكاس ديال الكريمه اللي غندر نطلعوهم. هنا مني طاب ليا الكيك، مني برد ليا الكيك حيدت عليه هذاك المنديل. شتي كما كتشوفوا راه كيجي خفيف وكيجي ناجح، ما كيلصق لينا ما والو. دابا الطريقه ديال اللف ديالو راكم غادي تشوفوها، غتجي ساهله وناجح، كيجي ناجح 100%، المقادير ديالو مضبوطين. نسرحوا فيه الكريمه اللي طلعنا، كما كتشوفوا راه ما كيتهرس ما والو، ما كيتشقق ما كيتهرس، كيكون ساهل في اللف ديالو. الكريمه اللي بقات لينا نزينو بها الوجه، ندهنو على الوجه. هنا لا تزين حسب الرغبه، بيتو كاع تخليوه هكاك، ما تزينوش كاع بالكريمه، وهاد الزيتون باش انا اللي درت على الوجه نتوما ديروه في الداخل. ممكن اللي بغى يدير الفرماج حمر، طبعا الزيتون قطعتو رقيق وكما شفتو الطريقه باش زينتو. هنا بديت كنقدم فيه، طبعا كندخلو للثلاجه حتى كيبرد وكنقطعوه. وها هي الوصفه، وكنتمنى تعجبكم الوصفه، والى فيديو قادم ان شاء الله.